صعب ان واضح. اسمي الحقيقي كارمينا كارتولانو، بس كان طويل قوي وقسيته في النص وزودت الكيو كده بقى كارم كارت. وانا بتمشى في المدينه عامه بصور، وبصور المباني، بصور الناس، بصور اللي حواليا، بصور كل حاجه اللي هي بتشد انتباهي. لقيت نفسي بصور كتير قوي عن مصر، عن القاهره، وفكرت ان في حاجات ناقصه في المباني. يعني المباني لونها كلها حزينه شويه، رمادي. لقيت ان في والسلبية طبعا تحفة، يعني فيها تاريخ في المباني وفي الاركيتكتشر يعني رهيبة، فيها أثر إيطالي وفرنساوي ومصري طبعا إسلامي. بس أنا شايف برضو ساعات إن في حتة المباني فاضية وكأنها لوحة، وفكرت إن ممكن نزود حاجات عليها، نزود جمال من غير بقى نبقى نزود ألوان كتيرة وشديدة. لا، حاجات أبيض وأسود، حاجات خفيفة بس بتدي طعم للمكان. كده الناس لما بتمشي في الشارع ممكن تستمتع بمنظر أو رؤية مختلفة وجميلة. في الأول أنا بدأت مع فريد أستير وكولين باول، الناس اللي هي أمريكية. أنا ما كنتش عايز أحط مصريين عشان كنت عايز أعمل نوع من التناقض في المدينة. يعني بالنسبة لي القاهرة مدينة اللي فيها تناقضات كتير قوي، وأنا كنت عايز أخلي نفس الشيء في صوري. وحصل الفرصة جات لي لما الأستاذ عزة أبعوف توفى، وأنا عملت له صورة تكريم ليه. ومن ساعتها بقى بدأت أفكر في المصريين، بس مش المصريين اللي هم عايشين دلوقتي، بس المصريين اللي كانوا في الثلاثينات أربعينات وخمسينات. يعني بالنسبة لي المهم أوي، أنا شايف إن القاهرة من 50 سنة أو أكثر يعني كانت مختلفة. في تحرش وفي الزبالة وفي في تغيير المدينة، المدينة اللي بتتغير. حاولت يعني أركز في ده، وأن أنا أخلي الناس اللي هي بتتفرج على الصورة تستمتع بالصورة وتفكر، تقعد تفكر.